السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أنا دبسي باتش سبورت. ده لو أنا عندي أكتر من مشهد 3D أقدر أصدرهم كلهم لنفس وركس، مجرد أن أقول له باتش سبورت وروح معلم على الحاجات اللي أنا عايزها، ممكن أقول له سبورت أول وحدد الفولدر فيصدرهم لي بالشكل دوت. ده مثلا الكيتشن ليفينج روم ستيكشن وهكذا.